في الأول من مايو سنة 1886 نظم مجموعة من العمال في شيكاغو ومن ثم في تورونتو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل يطالبون فيه بتحديد ساعة العمل تحت شعار 8 ساعات عمل 8 ساعات نوم و 8 ساعات فراغ للراحة والاستمتاع. ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عددا منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة، واعتقل على إثر ذلك العديد من قادة العمال، وحكم على 4 منهم بالإعدام وعلى الآخرين بالسجن لفترات متفاوتة. وتكريما للجهود العاملة والمساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن بين العاملين في مختلف بقاع العالم، يحتفل في الأول من مايو من كل سنة باليوم العالمي للشغل، وتتخذه بعض الدول عطلة رسمية. تم الاحتفال باليوم العالمي للشغل لأول مرة في عام 1890، ومنذ ذلك الحين أصبح يوما مهما في تقويم الأحداث العالمية، حيث تنظم خلاله مسيرات واحتفالات وندوات ومؤتمرات وفعاليات مختلفة تروم تسليط الضوء على القضايا العمالية وتحسين ظروف العمل، بما في ذلك زيادة الأجور وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وتعزيز حقوق العمال.